المفروض هنا ادخل البيتزا نشوف هتعمل كام واحدة. الله غلط، دي بره بعيدة. طب ماشي، اوه غلط بره، المفروض في النص. اصعب واحدة انا جبتها، انا مش عارف جبتها ازاي. دي المفروض في يا بعيدة بس صعبة، دي اصعب عشان دي رقم 5. يو مجبتش الا واحدة، حاولوا تجربوها كده بس هي صعبة جامد. هنجربها تاني، يا رب تيجي بقى. كانت يعني قربت قربت خالص. تركيز، دي اللي جبناها مرة بره، ده احنا ما جبناش ولا مرة. الله الله عليا، دي أصعب واحدة، جبت 2، في تقدم. تاني هنشوفه بقى. دي خلي، أنا حاسس إن دي أسهل واحدة. الله فعلا جبتها، تعال نشوفه دي بقى. انا مش عارف دي مش هتقدر تظبط معايا ليه، رخمة قوي. دي جبتها مش عارف اجيبها. الابرة، الله الله كده 2، دي صعبة قوي، لازم عايز تركيز تركيز. صعبة، المفروض اجيب 5 عشان اكسب. هتجيب دي اسهل واحد، انا مش عارف دي بتطلع بره ليه. دي القلب، قلب 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 قلب. تركيز تركيز. اوه احنا رجعنا من الصفر تاني، هو احنا بنرجع من الاول ولا من تركيز. اوه عايزه بقى ايه، الثواني. الله علي، 2 2 2، جبت 2، دي سهلة سهلة. أربعة، في تقدم يا، كان فاضل لي واحدة، فاضل لي واحدة. دي سهلة سهلة سهلة، أنا مش عارف ايه بتطلع بره كل شوية ليه. ركز، قلب حلوة. أنا بجيب الصعب، أنا بجيب الصعب. تاني هنكسب يعني، هنكسب. حلو، ادي كده 1 2 بره. الله 3، انا عملتها بسرعة. الله، دي انا بجيب الصعب ما بجيبش السهل، انا مش فاهم في ايه. المفروض الصعب هي ماشية معايا العكس. انا مش عارف اجيب ولا واحدة. وفي يا عم لازم تجيبها، يعني لازم تجيبها، انت فاهم. اخر مرة يا جدعان بقى، اخر مرة، عشان انا مش عارف التركيز عندي راح. انا اقصى حاجه عليا 3، قول لي العبها وشوف انت اكتر حاجه جبتها كام. بس هي بصراحه صعبه، انت متخيل ان هي سهله كده؟